دقيقتنا كده خلصت، واحنا بنشكرك على تواجدك معانا من خلال برنامج المجري. وطبعا انا اكيد وعارف كده ان الساده المشاهدين استمتعوا بالحلقه ديت، لان سمعوا فيها كلام لاول مره، لان احنا عندنا شخصيات ثريه جدا، شخصيات عظيمه جدا في برنامج المجري، عشان كده تابعونا. احنا عندنا اتباع في البرنامج ان في نهايه كل حلقه الضيف بيكتب كلمه مش لانا ليا انا كمصطفى عبده، لا كبرنامج المجري. فيسعدنا طبعا انك خليك وانت قاعد، يسعدنا طبعا انك تكون احد الناس الجميله اللي هي كل دول كتبوا دي حلقات. على فكره مش بجيبها سيدة المشاهدين، انت كتبت ايه؟ الى برنامج المجري، شكرا لهذه الحلقة الجميلة التي اعادت لي ذكريات رائعة مع خالص تمنياتي بالتوفيق والتقدم المستمر. مصطفى فهمي العشرة وقبال الحداشر كده. بالختام الجميل ده ختمنا مع المهندس مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الكرة للنادي الاهلي، وبنشكره على تواجده معنا، وان شاء الله تكونوا استمتعتم بالحلقة، وحلقاتنا كلها اللي جاية مش أقل من كده.